مور ما هدرنا في برنامج كلوزر عن عودة الممثلة زنيدة بويحياوي اللي عندنا بزاف ما شفناهاش في الشاشة. كاين بزاف صفحات تناقلوا الخبر ودار حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، بصح كاين تاني اللي كذبوا وشكوا في مصادرنا، ولأن الأقرب إلى الخبر ونتبعوا الحكاية حتى للأخر عودنا جبنا تفاصيل واحد أخرى من عند زنيدة اللي ما حبتش أنه خبر عودتها يكون بهذه الطريقة. روحوا نشوفوا تفاصيل أوفى في هذا الفيديو. بعد جدل كبير خلق الخبر اللي انفرد به برنامج كلوزر والخاص بعودة الممثلة زنيدة بويحياوي للتمثيل، أكدت زنيدة أن نية عودتها للمجال الفني هي فكرة مطروحة منذ فترة، إلا أن ظروفها الخاصة هي اللي منعتها من اتخاذ هكذا قرار مهم ومصيري. وأضافت زنيدة في تصريح حصري وخاص لكلوزر أن ظروف مرض والدها هو من حال دون ذلك، بما أن ارتباطاتها بتربية ورعاية ابنها ذو سنتين كان سبب كبير في تأجيل هذه العودة أكثر من مرة. المفارقة أن زنيدة واللي دخل خبر عودتها توندونس اليوتيوب الجزائري ودار بوز كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الشيء اللي أكد حماس جمهورها ومتابعيها بعودتها المرتقبة. تلقت عروض تمثيل عديدة بعد ساعات من بث الخبر عبر كلوزر، منها بطولة سلسلة من نوع الشورت كوميدي خاصة برمضان 2022، كما تلقت عروض استضافة برامج تلفزية عديدة، إلا أن زنيدة اعتذرت عن جميع العروض ووعدت بأن خبر عودتها راح يكون عبر برنامج كلوزر حصريا. للإشارة فقط، عودة زنيدة بويحياوي راح تكون بالحجاب، وهذا ما أكدته الممثلة بنفسها، حيث سبق وأدت زنيدة العمرة مرتين ولبست الحجاب قبل ما تروح للبقاع المقدسة منذ سنوات.